السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الأخوان يواجهون مشكلة في اختيار القزاز الخاص بواجهات المباني. القزاز الخاص بواجهة المباني له عدة معايير، أهم ثلاثة معايير حتكون حريص في الاستفسار عنها. أول معيار نسبة العزل. نسبة العزل مهم جدا في المواصفات الخاصة بشركة الكهرباء، لازم يكون مواصفاته أقل من 0.25. كل ما كان أقل كل ما كان أفضل، يعني 0.15 أفضل من 0.20. النقطة الثانية هو نسبة الإضاءة الداخلة للمبنى، وهذا يعتمد على نوعية المبنى. إذا كان المبنى إداري فأنت تحتاج نسبة أعلى من 35%، إذا كان المبنى سكني فأنت تحتاج أقل من 30% للسكني. النقطة الثالثة نسبة الانعكاس. نسبة الانعكاس يقصد فيها إذا كنت في الليل وشغلت اللمبات فيه نسبة 12، هذا تشوف المناظر الخارجية خاصة في الفنادق، أنت تشوف المنظر الخارجي طبيعي جدا. لكن إذا كان نسبة عالية أكثر من 12، إذا كان أكثر من 12 يكون القزاز شبه مراية، يعني كل ما كان زاد يعني يصير 30 35، هذا يصير نسبة الانعكاس عالية جدا، يصير إذا ولعت اللمبات في الغرفة يصير القزاز شبه مراية. فهذا لازم تكون حريص عليه على حسب الاستخدام اللي تحتاجه. وعندنا هنا القزاز الخاص اللي يسمونه ضرب الرمل. هذا ضرب الرمل ممتاز جدا للأماكن اللي تحتاج خصوصية، دورات المياه، ويحتاج بعض الأحيان في بعض المكاتب تحتاج أن يكون القزاز بالشكل هذا.